السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في قناة سكينة سورية. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا الهريسة الحمراء أي الحرور، هي غنحضروا الهريسة في المنازل ديالنا خالية من المواد الحافظة وناجحة من أول مرة مليون في المئة. كتاكلي وكتعرفي شنو كتاكلي، تبعوا معي على فيديو إلى الآخر، ما تفلتي فيه سيدتي تشي الزوج باش تعرفي على طريقة التحضير ديالها وطريقة التخزين ديالها لمدة أطول. وبالنسبة للمشتركين الجدد فعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد على قناة سكينة السورية فضلا وليس أمرا، وما تنسوش تدعمونا بلي لايك وبالتعليق ديالكم البنائين، وتبعوا معي على فيديو إلى الآخر باش نتعرفوا على تحضير طريقة الهريسة على حقها وطريقة. نبدأ على بكسيلة نقولوا بسم الله. هذو هما المكونات اللي كنحتاجو الهريسة ديالنا الحمراء. عندي هنايا تقريبا نص كيلو ديال الفلفلة حارة أي السودانية، هذه اللي كتكون حارة، هذا هو الموسم ديالها، هذا هو وقتها. وعندي هنايا ربعة ديال الفلفلة حلوة، إلا استعملتو نص كيلو كديرو ربعة، درتو كيلو كديرو نص كيلو ديال الفلفلة حلوة. وعندي كأس ونص من عبار العنبة من كأس الزيت، وعندي الخل ديال الحامض، وعندي حامضة مصيرة تكون متوسطة الحجم، عندي جوج معالق كبار من الملح، وعندي معلقة واحدة كبيرة من الكمون، جوج معالق كبار محكوكين من الثوم، وحامضة واحدة، العصير ديال الحامضة واحدة. هادو هما المكونات اللي كنحتاجو في الهريسة ديالنا، كيف ما كتشاهدوا بصاد بصاد جدا متوفرين ان شاء الله في كل البيت. نبداو على بكتيلا. المرحلة الاولى كناخدو واحد الكاس ديالنا وكنوضعو فيه هاد السودانية حارة، وبالنسبة لهذه الحلوة كنقسمها على زوج وكنحيد ليها داك الزريعة ديالها لانها كتكون سميكة يعني غليظة، باش تفور ليا قد كيس صغيرة الكبيرة. كنديرها في البرمة والكسكاس، كنوضع الماء ساخن ثم كنقفلها بالقفال وكنغطي عليها وكنديرها على النار كتفور لمدة 15 دقيقة. ما تفوتوش 15 دقيقة لأنني ما بغاش نطيبها، لأن باقي عدة مراحل، يعني ما بغاش نطيبها، غير غنفورها يعني بحال اللي كترطب كتولي شوية لينة باش منين نطحنها تسهل معايا. كيف ما كتشاهدوا معايا أنا غنوضعها في الكسكاس ونوضعها على النار تفور معايا لمدة 15 دقيقة فقط، حتى 20 دقيقة إلى طولته يعني، وتغطيو عليها باش كيطلع داك البخار وكتبخر يعني بسرعة ما كتاخدش الوقت. أنا درت هنايا في البرمة ديالي الماء ساخن باش ما ياخدش مني الوقت، وكنوضعها على النار وكنخليها لمدة 15 دقيقة. بعد ما دازت 15 دقيقة كنخليها في الكسكاس ديالها وكندير واحد البينيو ولا طباسيل باش كنخليها تصفى من داك الماء تماما، عاد كندوز مرحلة ديال التقطيع ديالها. كيف ما كتشاهدوا معايا كناخذها وكنقطعها، ممكن اللي بغى يحيد الزريعه كلها تماما يحيدها، اللي بغى يخليها يخليها، انا كنحيد شويه وكنخلي شويه، يعني لان حتى داك الزريعه ديال السودانيه فلفله حاره كتلعب واحد الدور، هي اللي كتعطينا داك النسمه ديال الحرور وديال الهريسه. يعني اللي ما كيبغيش الزريعه يحيدها كامله او لا يحيد غير النص ويخلي النص. كيف ما كتشاهدوا معايا انا كنحيد غير شويه وكنخليها. بعد ما قطعت الحرور ديالي كامل كناخذ، انا عندي بالنسبه لي انا عندي حامضه كبيره، نتوما خذوا نص حامضه الا كانت كبيره، كانت متوسطه الحجم راه تحتاجوا حامضه مصيره. كنقطعها طريفات صغار باللب ديالها، ثم كنحيد منها داك الزريعه ديالها يعني داك العديمات ديال الحامض باش ما يديرليش المروره، وكندوزها في الكراده الرقيقه. على العموم هادشي غيتطحن، غير كنسهل عليا مرحله ديال الطحن باش كلشي يتمزج جيدا. كما كتشاهدوا معايا انا نعاود نكردها جيدا. ثم كناخذ الكاس ديال الخلاط الكهربائي ديالي، ممكن تطحنوها في الروبو او كاس ديال الخلاط او في الطحانه ديال المطيشه اللي كنطحنوا بها مطيشه، لكم الاختيار. كيف ما كتشاهدوا معايا كناخذ نصف كميه ديال الحار ديالي اللي قطعت كنوضعو في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، ثم كنضيف غير نصف كميه من المقادير اللي ذكرت معاكم باش نخلي النصف الاخر الخليط الاخر اللي هو غادي نطحنو. ما بغيتش ندير كل شيء في الخلاط مره واحده، يقدر ما يتمجش معايا جيدا، كندير غير نصف الكميه. كيف ما كتشاهدوا معايا درت نص الكميه ديال الزيت، نصف كميه ديال الملحه والكمون والثومه، ثم عندي جوج معالق كبار محكوكين، يعني ملي حكيت داك الثومه يعني تقريبا واحد جوج ريوس ديال الثومه، ماشي جوج فصوص، جوج ريوس اللي تيكون فيه الفصوص نقيتهم حكيتهم في الحكاكه، عطاوني جوج معالق كبار ديال الثومه. درت هنايا معلقه كبيره ديال الثومه، نص معلقه ديال البزار، ونص المقياس ديال الزيت، وطحنت جيدا كيف ما كتشوفوا. هذا هو الخليط، ثم كنطحن الكميه الاخرى اللي بقات ليا وكنضيف
جميع المكونات اللي ذكرت معكم. الملح عندي ثمن جوج معالق كبار، والزيت ثمن كاس ونص سبع بار ديال العنبه ديال زيت العود. ضروري هو زيت العود، كتجي فيه هاد الهريسه ديالنا كتجي رائعه جدا. وبالنسبه ديال الخل ديال الحامض كندير في المجمل 4 ديال المعالق، درت جوج معالق كبار ودابا كندير جوج معالق كبار. وعندي حامضه واحده اللي عصرت كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما طحنتها بهاد القوام، كتجي مطحونه جيدا. كنمر المرحله المواليه، كناخذ المقله ديالي او شي كاسرول او شي قميله، ونذكركم جيدا ملي تكونوا كتقطعوا هاد الفلفله حاره ديروا الليقات، ملي تكونوا كتشحروها فوق المقلات ديروا الكمامه، لان غتوليو تكحبوا وكتطلع واحد الحراره. ضروري ديروا الكمامه، انا راه دايره الكمامه. وحلوا السراجم اللي كان عندكم في المطبخ باش تفوه شويه وما تجيفكمش. كيف ما كتشوفوا وضعت نصف الكميه ديال الحرور ديالي اللي طحنت في المقلات. هاد المرحله راها مهمه للهريسه ديالنا باش كتجي ناجحه مليون بالمئة. ضروري هاد المرحله باش ما كتبقاش داك الهريسه الماء. ما حدي كنحرك على نار مهيله، كنوضعها على النار مهيله وانا كنحرك وانا كنحرك حتى ما كيبقاش داك الهريسه ما كيبقاش فيها الماء، داك البخار كيطلع تيبقى ليا غير الزيت. كيف ما شاهدتوا معايا انا كنحرك كنبقى نحرك 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 حتى كتولي ليا الهريسه ديالي بحال دابا ملي طحنتها اللون ديالها ماشي داك حميمر بحال هذا اللي داز دابا في المقله وطاب، ما كيكونش حميمر. ملي كندوزها في المقله كيتبخر داك الماء اللي فيها اللي طلقات، وكيبقى غير داك الزيت العود اللي دفنا هو اللي كيبقى. كتبقاو تحركوا تحركوا جيدا على نار مهيله حتى كتولي داك الهريسه كتبان لكم بانها ولات مزيته بحال هكا، كتولي بهذا القوام كتشرب داك الماء ما تيبقاش تماما، كتولي كتبان لكم بان الزيت راه بان فيها وما بقاتش كتلصق في المقله، يعني كتمشي وتجي راسها كيف ما كتشاهدوا معايا. هذا هو السر ديال الهريسه الناجحه مليون بالمئة، كتجي رائعه جدا. كيف ما شاهدتوا معايا من بعد ما دوزتها في المقلات غنخليها تبرد واحد شويه، يعني ما غنوضعهاش دابا في القراعي يعني وهي سخونه. كيف ما كتشاهدوا معايا كتجي رائعه جدا، انا غنخليها تبرد واحد شويه وغنجيب واحد القريعات اللي غنوضعها فيها يكونوا معقمين. شنو هما معقمين؟ يعني يكونوا مغسولين مزيان ومحيين مزيان، هذا هو التعقيم. ماشي تعقيم ضروري يكون فيهم شي ماده ولا، ضروري يكونوا ممحيين ما يكونش فيهم ولا قطره ماء. ثم كناخذ هاد العلب اللي عندي او هاد الحكيكات ديال الزاج، يكونوا الاغلاق ديالهم محكم جيدا، لان هاد الهريسه ديالنا غدوز ليا واحد المده خصوصا راجات حاره، يعني من داكشي الرفيع. واللي ما بغاش تجيه حاره بزاف ممكن يدير نصف الكميه ديال الفلفله الحلوه هي الكميه ديال الفلفله حاره. انا درت نص كيلو ديال الفلفله حاره وربعه ديال الحلوه، ممكن ديروا نص كيلو ديال الحلوه ونص كيلو ديال الحاره. كيف ما كتشاهدوا معايا هذه الهريسه ديالي من بعد ما وجدت كتجي رائعه جدا. كيف ما كتشوفوا القوام ديالها واللون ديالها كتجي رائعه جدا، يعني صنع منزلي 100%. الناس اللي كيعشقوا الهريسه وليها عده استعمالات، كنديروها في الحوت كنديروها في البسيطلات ديال الحوت، يعني عشاق الهريسه من اليوم ملي غتجربوها ما غتبقاوش تشريوها على برا، لانك كتصيبوها في المنازل ديالكم وكتعرفوا شنو كتصيبوا وكتاكلوا وكتعرفوا شنو كتاكلوا. والتحضير ديالها راه كيف ما شفتوا معايا سهل جدا، غير ركزوا على المرحله ديال المقلات ملي تشحروها وتبخر كتجي هذه هي النتيجه ديالها، وكتبقى تحافظي عليها مده اطول. انا ملي فرغتها في هاد الكويسات هادو في هاد العلب ضفت ليها زيت العود من الفوق، يعني بحال اللي حجبتها بحال اللي غطيتها بزيت العود باش ما يدخل ليهاش الهواء، وتبقى محافظه على النكهه ديالها واللون ديالها والشكل ديالها. كيف ما كتشاهدوا معايا ناجحه مليون بالمئه. وبالنسبه الا بغيتوا ديروا الهريسه الخضراء تماما نفس المقادير، كتجيبي غير السودانيه الفلفله خضراء والفلفله الخضراء حلوه، غير الا كانت حاره بزاف ومتاكدين من انها حاره غير درتو نص كيلو ديال الفلفله السودانيه غديروا نص كيلو فلفله حلوه، يعني نفس المقدار. ولا كنتم من محبين الهريسه تكون حاره ومشنشطه كيف ما كنقولوا، انا كتعجبني تكون حاره، درت نص كيلو ديال الفلفله حاره وغير ربعه ديال الفلفله حلوه. كيف ما شاهدتوا معايا انا كندير ليها هذا الزيت باش نحافظ على المده ديالها، كتبقى مده طويله. ممكن ديريها في الثلاجه او برا الثلاجه معليش، لانني حجبتها بداك الزيت يعني غطيتها بداك الزيت. كيف ما كتشاهدوا معايا هذه هي الهريسه ديالنا كتجي رائعه جدا. كنتمنى ينال اعجابكم لا فيديو ديال اليوم، وما تنساوش تدعمونا بلي لايك وبالتعليق ديالكم. وبالنسبه للمشتركين الجدد فعلوا الجرس فضلا وليس امرا،
باش توصلوا دائما بالجديد على قناة سكينة الصويرية، ولينا الإعجاب ولا فيديو يبارتاجيه مع العائلة والأصدقاء، وإلى اللقاء.